اقول لكم ان انا من هواة الجلاش جدا جدا، بس حكاية ايه اني اقعد افرد وورق وادهن طبقات والكلام ده كله بيخليني اكسل لحد ما اتعلمت بقى الطريقة اللي هنشوفها مع بعض النهاردة دي. انا طالعة معاك اهو قبل المغرب بنص ساعة هنعمله، وان شاء الله هنحطه بعد الفطار على طول. دول معلقتين كبار من السمنة البلدي، يعني سمنة زبدة انا مسيحاها. عندك طبعا سمنة عادية مفيش مشكلة، نحط بس كمان نص معلقة كده. ما فيش مشكلة للسمنة العادية، ولكن طبعا السمنة البلدي في الحلويات حاجة تانية خالص. خلينا بقى ايه صراحة معترفين كده، حتى لو هتشتري مثلا ب 10 جنيه زبدة كده ولا حاجة اللي هي اسمها فيرن ولا جنة ولا الكلام ده، هنا هحط شوية زيت ليه علشان خاطر تدي قرمشة ليش الزبدة تتحرق او السمنة بتاعتي تتحرق جدا. هاخد السمنة دي واحطها بس في الميكرويف كده اهي تسيح شوية. دي الصينية اللي انا هشتغل فيها. بصوا انا سيحت الزبده اهي او السمنه يعني، حطيتها في الميكرويف كده. هعمل ايه؟ عايز ادهن، هحلق شويه كده. والله العظيم يا جماعه انا لما محضره للحلقه دي وحتى انا بتكلم معاكم اهو، يعني مفيش مونتاج ولا اي حاجه خالص، مش هسجل بصوتي بعد كده عشان اوريكم قد ايه ان موضوع الجلاش ده سواء الحلو او الحادق كان بياخد مننا وقت. اهو شويه زبده او سمنه حلوين كده، دهنا الصينيه كلها. هاتي بقى كده، مش دي ورقة الجلاش اهي كلها، هفردها بس كده. كنت جايباها بقالها 4 ايام، ان شاء الله ما يكونش حصل لها اي حاجة. انتوا عارفين الجلاش لما ما بيتحطش في الفريزر بيعمل زي عفونة كده، فنبقى ناخد بالنا من الحتة دي، مش هنعمله في نفس اليوم او تاني يوم، ندخله الفريزر. المهم يعني ان هي ان شاء الله شكلها سليم اهو من النص كده. عايزه بس ايه الصوره تبقى واضحه. خلاص هاخد نص الطبقات، وما تستغربوش من اللي انا هعمله ده، نص طبقات الجلاش اهم زي ما هم كده على بعضهم. هحط النص ده كده، هاخدهم بس اهو، وادي اهو بس، متخيلين اهو. انا كنت عايزه صينيه اكبر من كده بس مش مشكله، للاسف الصينيه الكبيره اللي عندي تقريبا حاطه فيها حاجه اهو. يعني حتى لو الصينيه عندك مش مقاسه اتني الطبقات كده مفيش اي مشكله. بصي بقى، حطي الحشوه اللي انت عايزاها، جوز هند، زبيب. انا عندي للاسف للاسف ولا بيحب جوز الهند ولا الزبيب، ما بيحبوش غير السوداني بس، فده سوداني بس. طبعا انت عندك بقى تحطي مكسرات اللي انت عايزه تحطيه حطيه اهو. السوداني بيدي برضو طعم حلو اهو. تفتكروا يا جماعه لو حطيت رشه جوز هند كده هياخدوا بالهم؟ بص انا هحط رشه صغيره وان شاء الله ايه محدش يقفشها، لان بصراحه مش بيحبوه بس انا بحبه. الزبده بتاعتي والسمنه بتاعتي، وهرش كده اهو. انا هحتاج معلقتين تاني علشان ايه اللي على الوش بقى، وهجيب بقيه الطبقات بتاعتي وهنزل بيها كده اهي. هظبط كده الحروف، طبعا لو القالب كبير كان يبقى افضل، بس انا مفيش حاجه بتوقفني، اي حاجه ببقى عايزه اعملها مش بقول لا ما عنديش صينيه، لا ما عنديش قالب، لا انا بتصرف اهو. وده اللي كان مقطع اكيد يعني مش هرميه اهو. هجيب السكينة الحلوة بتاعتي دي وهقطع الجلاش. قطعيه مربعات، قطعيه سمبوكسات، قطعيه زي ما انت عايزة. عايزاكي تتأكدي ان انت وانت بتقطعي مسلكة كده الفواصل دي اللي بين الجلاش. ليه؟ هقول لك بقى ليه. انا هنا سيحت معلقتين تاني وحطيت عليهم معلقتين زيت،
علشان خاطر احطهم بقى على الوش. طب والطبقات اللي في النص دي نظامها ايه يا ترى؟ كده السمنة دي هتنزل؟ اه هتنزل، يعني السمنة دي هتتخلل وتتغلغل بين طبقات الجلاش. اه وعد، والله ما هضحك عليكي ولا هغشك ولا جاية اقولك معلومة غلط. انا بعمل الحلو كده وبعمل الحادق كده، والرقاق كمان بعمل فيه كده. الرقاق بابله اه، بس بالنسبة للسمنة يعني بابله طبقة طبقة، ده بالنسبة للرقاق، بس بالنسبة للسمنة بتلقها كده من على الوش اهو. بس كده اخد مننا قد ايه؟ 3 دقايق 4 دقايق. يلا نحطه في الفرن. الفرن اصلا شغال درجة حرارة 180 على الرف اللي في النص، وهنرجع تاني. اخد معايا في الفرن نص ساعة لحد ما اداني اللون الذهبي الجميل ده، ما شاء الله تبارك الله. طبعا كل حد بيختلف على حسب الفرن بتاعه. دلوقتي هسقيه بالشربات الساقع. جلاش بيحتاج شربات ساقع لو انت عايزاه مقرمش وناشف معاكي، اما بقى لو انت عايزاه طري يبقى الجلاش سخن والشربات كمان سخن. تاني، شربات الجلاش بيكون خفيف وبيكون بارد طبعا في حاله ان انت عايزاه ناشف ومقرمش. ما عملتش معاكم الشربات عشان مطولش وقت الفيديو، بس هو سهل قوي. كوبايه ونص ميه وكوبايه ونص سكر، حطيهم على النار، وبعد 5 دقائق حطي عليهم عصره نص ليمونه وسيبيهم يغلوا 10 دقائق او 12 دقيقه. قبل ما تطفي النار هتحطي ربع ملعقه صغيره من الفانيليا. ما شاء الله تبارك الله، السمنه والشربات مغلفين الجلاش كله. انصحك بالطريقه دي في الجلاش الحلو والجلاش الحادق كمان، ما بتاخدش اكتر من 5 دقائق في العمايل، وبتطلعه تحفه وحلو قوي زي ما انت شايفاه. انا خلصت الفيديو بتاعي، بحبكم في الله، وما تنساش بقى بلايك واشتراك في القناة.